ينضم إلينا من القاهرة دكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات. دكتور محمد، ما الهدف من اجتماع الرياض؟ اجتماع الرياض التشاوري هو بلورة موقف عربي من دول رئيسية مصر، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات، الأردن، قطر، المعنيين بالتوصل إلى هدنة مستدامة، ثم قضي عقابها وقف الإطلاق النار بشكل رئيسي لارتباط كل ذلك بالاستقرار الإقليمي. وبالتالي الهدف من هذا الاجتماع هو بلورة رؤية عربية تكون بمثابة السند للدول العربية في العلاقة مع الولايات المتحدة، في العلاقة مع إسرائيل، في العلاقة مع منظمة التحرير الفلسطينية. هذه واحدة. النقطة الثانية إن سمة التحركات تجرى على قدم وساق، من شأنها إتمام إطار عام لصفقة محتملة ما بين حماس وإسرائيل، لكن يبدو أن القرى في الملعب الإسرائيلي وتحديدا بالنسبة للإدارة الأمريكية لم تأتي بالرد الإيجابي تجاه حماس، لأن الشغل الشاغل من جانب إسرائيل هو تحرير الأسرى أو المختطفين بدرجة رئيسية دون الأخذ في الاعتبار مطالب الطرف الآخر، وأعني بها الطرف الحمساوي. الجزء المعقد في هذا السياق أن الإدارة الأمريكية لا تمتلك ولا تمارس الضغط الكافي على إسرائيل على نحو يجعلها تستجيب لما يطرحه الطرف الآخر بدرجة كبيرة، أو على الأقل الوصول إلى منطقة وسط في هذا السياق. وبالتالي يأتي هذا الاجتماع لترتيب الموقف العربي، لترتيب حتى أيضا التوصل إلى الهدنة الإنسانية الطويلة نسبيا، لإدراكهم أنه من المتعذر في ظل هذه الحكومة وقف كامل لإطلاق النار، وإنما الحديث عن الهدنة المستدامة التي من شأنها أن تؤدي إلى التقاط الأنفاس بالنسبة للفلسطينيين، أن تؤدي إلى الانتقال من حالة الحرب والصراع إلى حالة التهدئة والتقاط الأنفاس، إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى كل قطاع غزة شماله وجنوبه. طيب، بعد كل التحذيرات التي انطلقت من أجل التحذير من خطر اقتحام رفح بريا، وحتى الولايات المتحدة أيضا كان لها شبه قلق من ذلك على لسان الرئيس الأمريكي، هل يمكن لإسرائيل أن تقدم على اجتياح رفح؟ كل الخيارات يعني متاحة في ظل هذه الحكومة، وأنا أعتقد ربما بعد أن تحقق أهدافها في منطقة خان يونس قد تمتد إلى رفح. جزء منها مرتبط بالضغط على المقاومة الفلسطينية، وجزء منها ضغط على الدولة المصرية، جزء خاص بالضغط على المقاومة لإدراك أو لوجود مزاعم ندى من يمين نتنياهو أن المزيد من الضغط على الفلسطينيين يؤدي إلى الضغط على حماس على أدي إلى تحرير الأسرى أو المختطفين، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا التحليل غير صائب، لأنه بعد مرور حوالي 120 يوم يا أستاذ أحمد، أو بنتكلم في 4 أشهر من اندلاع الحرب، لا زالت حماس والمقاومة صامدة في التصدي لإسرائيل. وجزء في الهدف الآخر الضغط على الدولة المصرية حتى تضغط على حماس، بالتالي نحن نتحدث عن ضغوط مزدوجة أيضا، بما يؤدي إلى تفكير حماس في تقديم مزيد من التنازلات خاصة في ملف الأسرى والمحتجزين.
لكن مصر لن تخضع ايضا لهذه الضغوط بدرجه كبيره، لانه قد يضع العلاقات المصريه الاسرائيليه على المحك بدرجه كبيره. وما جينا نشوف ايضا في منذ عده اسابيع تفكير اسرائيل الى اعاده السيطره مره اخرى على محور فيلادلفيا او محور صلاح الدين، جزء منه ايضا مرتبط بالضغط على مصر او المحاولات الاسرائيليه بين الحين والاخر بان اسرائيل تعاود السيطره وتستمر في سيطرتها على قطاع غزه مثلما كان الحال قبل خروجها من هذا القطاع في عام 2005، جزء منها ايضا للضغط على الاطراف المختلفه. لماذا قرر الرئيس الامريكي ان وبالتالي يظل هذا الخيار قائما؟ نعم، لماذا قرر الرئيس الامريكي ان ينتقد اسرائيل الان على عمليه 7 أكتوبر؟ تحدث على ان ما قامت به اسرائيل هو مبالغ فيه وما يقوم به الجيش الاسرائيلي تجاوز الحد. هذه مجرد تصريحات ولكن لم يقابلها تحركات أو سياسات تؤدي إلى التخفيف من حالة الدعم الأمريكي لإسرائيل. أستاذ أحمد، الولايات المتحدة شريكة لإسرائيل في تلك الحرب، لم تضغط عليها لوقف تلك الحرب، لم تضغط عليها للتوصل لهدنة مستدامة إنسانية، لم تضغط عليها في وقف هذه الحرب، بل في بدايتها بل تم تصنيف أن ما جرى في 7 أكتوبر 2023 يتجاوز ما شهدته الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001، بأنها تعتبر حركة حماس هي منظمة إرهابية مثل تهديدات تنظيم القاعدة لأمن الولايات المتحدة في 11 سبتمبر، بل أن كانت هناك إشارات من جانب الرئيس الأمريكي ذاته أن أي وقف لإطلاق النار يؤدي إلى إعادة تموضع حركة حماس سياسيا وعسكريا، وبالتالي هو لا يضغط إسرائيل لوقف الحرب أو يطالبها بذلك. وبالتالي أعطت كل هذه السياقات إسرائيل لكي تمارس وتستمر في حربها وعدوانها على المدنيين وليس مجرد على حركة حماس، لأن الأكثر من ذلك أن بدأ أمام العالم أن قوة إسرائيل تتجاوز قوة الولايات المتحدة، لأن إسرائيل لم تستجب لأي أفكار بتطرح بين الحين والآخر رغم أنها كانت على استحاء. الأكثر من ذلك أن بنيامين نتنياهو يحاول أن يوظف صوت اللوبي الصهيوني في المعركة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهناك بعض التحليلات في وسائل إعلام ومراكز بحث وتفكير داخل إسرائيل أنه يتطلع لفوز ترامب في مواجهة بايدن خلال الانتخابات المقبلة، لأن الدعم الأمريكي له لم يرتقى إلى مستوى الحدث، وبالتالي يحاول توظيف الانتخابات الرئاسية بما يصب في صلاحتي في صالحي، ويؤدي إلى من وجهة نظري إطالة مدة المعارك العسكرية وتعقيد المفاوضات السياسية، لا سيما وأنها مستفيد شخصيا من استمرار هذا الوضع، لأنها ليست حرب إسرائيل في مواجهة حماس، هذه حرب بنيامين نتنياهو لمواجهة المدنيين العزل في قطاع غزة. ولكن عندما كانت تسأل الولايات المتحدة بمختلف إداراتها عن حجم الضحايا والدمار الذي يقوم به جيش الاحتلال، كان الرد بأنه دفاع عن النفس وهي تعطي هذا الحق لإسرائيل. هل يمكن أن تكرر نفس هذه الجملة الآن بعدما قاله الرئيس الأمريكي؟ ربما تكررها، لأن هناك ازدواج في مواقف الإدارة الأمريكية الحالية تجاه الملف الفلسطيني وغيرها من الملفات المرتبطة بالشرق الأوسط، وبالتالي هناك حالة من حالات أولا انكشاف الهيبة وسقوط الهيبة بالنسبة للولايات المتحدة في الإقليم، الانحياز الأعمى من جانب أمريكا تجاه إسرائيل في التعامل مع قضية تمثل اهتماما مركزيا وعودة هذا الاهتمام
للقضية الفلسطينية بالنسبة للنخب الحاكمة وبالنسبة للرأي العام في المنطقة العربية، قد يتم تقريرها لمحاولة لحفظ ماء الوجه بالنسبة للولايات المتحدة أمام حلفائها في منطقة الشرق الأوسط، وعن بها الحلفاء مش الحلفاء، شركائها الرئيسيين، لأن من الواضح أنه ليس هناك حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة في الإقليم باستثناء إسرائيل، بل أن إسرائيل ترى أن هذا الحليف تختلف درجة دعمه من رئيس إلى آخر، وهو ما يصب في تحليلي عندما تحاول إسرائيل توظيف هذه الورقة في حلبة الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وبالتالي أنا أعتقد أن كمان الضغوط الرأي العام من جانب بعض الجاليات وخاصة العربية والإسلامية أن هي بتحاول تضغط في سبيل وقف الحرب أو على الأقل التوصل لهدنة إنسانية مستدامة، قد تجعل بايدن أن يكرر ذلك. كمان لا يمكن فصل ذلك عن السمات الشخصية لبايدن. بايدن من الواضح أنه رجل مسن، لديه متاعب صحية، ليست لديه القدرة على التركيز وإبداء الرأي والتعامل مع مسائل دقيقة، وده اللي بنشوفه في المؤتمرات الصحفية والبيانات الصادرة عنه، وهو ما يستغله بايدن لصالحه في مواجهة بايدن. نعم. طيب، هل تريد إسرائيل بعد كل هذه الشهور وكل ما قامت به وهذا التحول في الموقف الغربي قبل فترة والآن هذا التحول أو التصريحات من جانب الولايات المتحدة، هل تريد إسرائيل أن تستمر في المعركة حتى نهايتها؟ هنا لا أتحدث عن إسرائيل، أتحدث عن بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو من مصلحته إطالة المعارك العسكرية الميدانية وتعقيد المفاوضات السياسية، لأنه لم يحقق أي هدف مما طرحه منذ بداية الحرب. الأهداف الثلاثة الرئيسية لم يؤدي إلى تدمير البنية التسليحية والعسكرية والصاروخية لحركة حماس، لم يؤدي إلى تحرير الأسرى أو المختطفين الإسرائيليين بالقوة المسلحة، لم يؤدي إلى وقف أي خطر من قطاع غزة سواء من حماس أو غيرها. كل من تلك الأهداف الثلاث لم يتحقق أي منها، وبالتالي تعثره في تحقيق أي أهداف يجعله حريصا على الاستمرار. النقطة الثانية وهي أن بنيامين نتنياهو أسهمه في الداخل الإسرائيلي تتراجع بدرجة كبيرة. لما نيجي نشوف بحوث ووسائل استطلاع الرأي العام تشير إلى تراجع شديد في دوره ومركزه السياسي خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي يريد تعقيد ذلك. النقطة الثالثة أن التركيبة السياسية لبنيامين نتنياهو تجعله مضي قدما بحكم النسق العقيدي الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية، استهداف الكوادر الرئيسية لحركات المقاومة، محاولة امتصاص أي ضغوط من جانب الغرب بدرجة كبيرة، وبالتالي الخيار الرئيسي به هو الاستمرار وليس تغيير سلوكه السياسي. دكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك.